يستأجر عبد اللطيف هذا البيت منذ أكثر من 6 سنوات بدخله المتوسط، كما يقول بإمكانه شراء شقة خاصة به، لكن ما منعه من هذا منذ سنوات كما يقول هو التعفف عن فوائد البنوك التقليدية. يعني البنوك الإسلامية هي واحد الفرصة اللي ممكن من خلالها نمتلك يعني الشقة بدل من الإيجار وتقريبا بنفس الكلفة. لا توجد إحصاءات رسمية، لكن الأرقام تتحدث عن أن أكثر من 30% من المغاربة لا يستعملون الخدمات البنكية لأسباب متعددة، وتطمح البنوك التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية إلى اجتذاب هذه الفئات، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل العقاري. هناك فئتين في اعتقادي، فئة كانت تنتظر انطلاق هذه العملية ديال الأبناك التشاركية، كيشوفوا شنو هو الربح اللي غادي تجيب وشنو هو المنتوج الجديد اللي غادي تجيب وشنو هي العملية ديال القروض، يعني عملية حسابية. وكاين هناك فئة أخرى كانت تريد التمويل وتبرئ ذمتها. وينظر خبراء بتفاؤل حذر إلى إطلاق هذه البنوك في المغرب، حيث يخشى أن تكون تكاليفها أعلى من نظيرتها التقليدية. ركود سوق العقار في المغرب ليس مرتبطا بالولوج إلى التمويل، بالتالي فوجود تمويلات جديدة لن يحدث تغييرا كبيرا. ثانيا، سيكون أيضا مرتبطا بكلفة المنتجات التشاركية، إذا كانت أرفع من كلفة المنتجات التقليدية فمن المؤكد أن المستهلكين المغاربة لن يتوجهوا إليها بشكل كبير. وحسب دراسة لمؤسسة تومسون رويترز بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، فإن 98% ممن تم استطلاع آرائهم أعربوا عن اهتمامهم بالمعاملات المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة. وبصرف النظر عن حجم التأثير المتوقع للتمويل الإسلامي في السوق العقارية، فإنه سيساهم على ما يبدو في إنعاش هذا القطاع، لكن يبقى الأمر رهنا بهامش ربح البنوك ومدى رغبتها في الإقراض. يوسف ياسين، الجزيرة، الرباط.